اتكلمنا مع حضراتكم في بداية البرنامج عن التطور الكبير أو الثورة الصناعية الجديدة اللي بتحصل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. من يومين أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة موقع تشات جي بي تي عن أداة جديدة اسمها سورة. سورة دي بتتيح تحويل كل نص ممكن يكتبه المستخدم إلى مقاطع فيديو مصورة. مقاطع دي يعني بتقارب الواقع بشكل كبير، بتجيب الشخصيات اللي انت اتكلمت عليها في الفيديو، بتديك ايضا فويس اوفر او كلام منطوق، وكمان بتصنع فيديو مستوحى من كل الصور المتحركة او الصور الثابتة اللي موجودة عندها. تفاصيل خلينا نعرفها اكتر من الدكتورة رانيا احمد، المدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور أستاذة منى، صباح الخير أستاذ مصطفى. أهلا دكتورة حضرتك. في البداية قولي لنا إيه حكاية سورة وإيه حكاية البرنامج ده، إزاي هيشتغل؟ لأن الموضوع حقيقي مقلق، يعني فكرة إن إحنا نبقى قاعدين في أمانة الله ونلاقي كلامنا بيتحول لصور وفيديوز، دي حاجة أعتقد إنها ممكن تخض شوية. ده حقيقي. هو زي ما أستاذ مصطفى يعني قال في المقدمة، إن فعلا في الشركة المنظمة الخاصة بالشات جي بي تي اللي هي أوبن إي آي اقترحت او اعلنت عن صدور برنامج اسمه صورة. البرنامج ده بيقدر ان هو يحول التكست او الكلام لمقطع فيديو. العمل هو بيشتغل ازاي او هيعمل ازاي؟ بلاقي ان اليوزر او المستخدم ممكن ان هو ان انا هبتدي ان انا ادخل الكلام او التكست اللي انا عايزاه، البرنامج ده بيقدر بعد كده ان هو يحوله لفيديو. مش بس ان انا بدخل كلام، انا ممكن ان انا ابتدي ان انا اعمل وصف للحاله اللي انا عايزاها، يعني ممكن ان انا اديله تفاصيل اكتر على الشخصيات، على الاحداث، المشاعر اللي انا عايزاها تظهر في الفيديو، المكان اللي انا عايزه الفيديو ده يكون ان هو يطلع لي في صوره عامله ازاي. لا 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 لا، واحده يا دكتوره، يعني ايه المشاعر اللي انا عايزاها؟ يعني هل انا بقول له يعني انا محتاج فيديو مثلا عاطفي اكتر، عايزه تاريخي، عايزه ده حقيقي كوميدي، كل ده بيقدر يعمله بمزيكا بمؤثرات؟ ما هو فيديو يعني انه في الاخر ان هو هيديني مقاطع مرئيه ومسموعه، فابتدي ان انا ادخل له وصف للحاله اللي انا عايزاها تطلع. انا مثلا حاسه بحاله فرح، حاله سعاده، انا مثلا موجوده في المكان الفلاني، فهيبتدي يفهم الكلام ويعمل له اناليسز اللي انا مدخلاه او اليوزر اللي مدخله عشان يطلع في صوره مقطع مرئي ومسموع. طب هو هيشتغل ازاي؟ زي ما استاذه منى بتقول ان هو ازاي ان انا اقدر ان هو هيشتغل، هو هيبتدي يعمل ان هو يفهم ويعمل تحليل للكلام او النص اللي داخل من قبل اليوزر، وهيعتمد بعد كده على تقنيات الذكاء الاصطناعي في فهم الكلام ده علشان يترجمه بعد كده لمقطع مسموع ومرئي. طيب دكتوره، الصوره جابت الصور منين؟ يعني عشان تعمل لنا فيديو او جابت الماتيريال منين؟ معلش انا بتكلم معاكي بالمخ بتاع الاعلام، يعني علشان تعمل لنا فيديو بالمنظر ده بتبقى الصور دي حقيقيه ولا حاجات تخيليه؟ الصوت بتاع الفي او اللي هيحصل دي من نبرات صوت الناس اللي هي بالفعل كانت موجوده، ولا بيقوم بيها برامج اخرى؟ يعني قرب لنا الفكره. في الحقيقه هو سؤال حضرتك مهم، لان انا مثلا كمستخدم بعيده خالص عن تقنيه او بعيده خالص عن مجال الحاسب، هبتدي ان انا افكر هو ازاي الكلام ده يبتدي ان هو يتحول لصوت وصوره. في الحقيقه ان البرنامج بيكون عنده مكتبه ضخمه جدا من الفيديوهات والصور اللي هو اصلا هيستخدمها بعد كده عشان يقدر يعمل كرييت للفيديو ده. المكتبه دي هلاقيها انها مثلا هتضم مثلا مشاهد من افلام، مسلسلات، وثائق، صور من الانترنت. فالبرنامج بيعتمد على اللايبرري او المكتبه اللي عنده دي علشان بعد كده لما يدخل له اليوزر او المستخدم التكست بتاعه هيعتمد في هيعتمد على الحاجات اللي موجوده عنده في المكتبه عشان يبتدي ينشا فيديو او محتوى جديد. مش بس كده، انا ممكن كمان يقدر ان هو المستخدم يعمل ان انا اعمل دمج. لو انا مثلا معايا فيديو على الجهاز بتاعي اقدر ان انا اعمل دمج ما بين الفيديو اللي هيعمله لي صوره مع الفيديو اللي موجود عنده. احنا يعني في بدايه معرفتنا بتشات جي بي تي شفنا صور الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في مشاهد احنا قلنا استحاله يكون هو، وفي الاخر فوجئنا ان الصور معموله بالذكاء الاصطناعي وما كناش مصدقين. يمكن الصور انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. هل الصوره
هيقدر يعني انا مثلا بقول ان ترامب في مزرعه مثلا عنب بياكل مع واحد، هل يقدر يكرييت او يصنع او يخلق صور يعملها ويحطها في الفيديو اللي هو بيعمله؟ يعني ممكن يعمل الاداتين بالضبط، وده اللي كانت قصيده منك تساله، ان انا اقدر كمان ان انا ادخل الفويس اوفر اللي هو اضافه التعليق الصوتي. اقدر يقدر المستخدم ان انا ابتدي ان انا ادخل النص الخاص بالتعليق الصوتي، او ممكن كمان ان انا اسجل الصوت، فابتدي يبقى انا عندي صوره هو عمل لي الصور اللي انا عايزاها بناء على وصفي، وابتدي كمان ان انا ادخل الصوت اللي انا عايزاه، فمن هنا يطلع الفيديو زي ما اليوزر عايزه. بس دي بصراحه حاجه يعني طبعا التكنولوجيا لازم يكون في ثقافه ووعي، ده دور الاعلام بقى ودور المتخصصين، ان انا ابتدي ان انا افهم الناس ان احنا ازاي نستخدم التقنيه والتكنولوجيا دي في اطار سليم، عشان طبعا زي ما احنا عارفين ان كل حاجه الاداه ممكن انا استخدمها في طريقه سلميه وطريقه نهضه وطريقه تقدم، ممكن انا استخدمها بطريقه تاذي. فطبعا ان انا انشئ فيديو او انشئ حاجه زي كده دي حاجه في منتهى الخطوره، فلازم بقى هنا يجي دور التوعيه ونشر الثقافه، ان انا اخلي الناس تستخدم التقنيه دي في صوره سليمه، في صوره اخلاقيه، فيما لا يعني يكون استخدامها بشكل مسيء او مؤذي للبشريه. طيب يعني صورة كمان أو البرنامج، الشركة المنتجة بتقول إن البرنامج يقدر يعمل المقاطع دي بمدة ممكن توصل لمدة دقيقة. إحنا نقدر بقى نعمل سيناريوز تخيلية، يعني إحنا السيناريو اللي ممكن يطلع من صورة ده مش لازم يبقى حاجة حقيقية حدثت بالفعل، يعني لو إحنا بنعمل عن حاجة وثائقية أو حاجة تاريخية نقدر إحنا بقى نخترع أي حاجة وفي نفس الوقت تتعمل فيديو وتتحسب كدوكيومنت أو تتحسب كوثيقة؟ بالضبط، وعشان كده بنيجي هنا أهمية وخطورة استخدام صورة، عشان كده لازم احنا نستخدمه بطريقة أخلاقية، لأن هو في الآخر أنا هيعتمد صورة على الكلام اللي هيقوله المستخدم، فأبتدي إن أنا ممكن طبعًا أستخدمه في مجالات كثيرة، ممكن أنا أستخدمه في الفن والإبداع والتصميم والتسويق. فطبعا وممكن الناس تستخدمه في أذية بعض، يعني ده وارد جدا. بالظبط، عشان كده بنقول لازم نبتدي ان احنا ننشر الثقافه، ننشر الوعي عند الناس، لان مش كل الناس متخصصه في مجال الحاسب، فابتدي ان انا استخدمها. بس انا يمكن من خلال يعني كلامي مع حضرتك يعني استغل الموضوع ده، ان احنا مش عايزين الناس دايما تخاف من اي ظهور اي تقنيه جديده او اي تكنولوجي. بس احنا بنخاف من اللي مش عارفينه يا دكتور. طيب ما هقول لحضرتك على حاجه، لو رجعنا من الاول، فكره الانترنت اصلا كان بالنسبه لنا ان انا اكلم حد مش موجود جنبي في امريكا او في اي بلد ثانيه، دي كانت بالنسبه لنا برضو كانت خيال علمي. والانترنت زي ما ليه فوائد كتير جدا بنستخدمه في الابحاث وبنستخدمه في العلم، ممكن برضو الناس بتقدر تستخدمه بطريقه سيئه. فمن هنا بقى نيجي دورنا احنا، نيجي دور الاعلام، يجي احنا ننشر الكلام ده عشان الناس تبتدي تستخدم التكنولوجي دي وتستفيد بيها في ابداع، في ان احنا نتقدم في العمل، لان برنامج صوره ده احنا ممكن ان احنا يكون فيه فكر في الابداع والتطوير، هيكون عندنا يعني زي ما بيقولوا مقاطع فيديو باخراج احترافي. اكيد واضح ان الموضوع يعني مش هيقف عند قصه الفيديوهات، واضح ان الصوره اللي شفناها التخيليه، الصوره الثابته الايمج اللي كانت بتحكي دي خطوه، بعد كده الفيديو خطوه. هل بقى في خطوات تانية يا دكتورة؟ يعني أنا لو كتبت سيناريو وحوار لمشهد تمثيلي بيني وبين منا، مصطفى بيكلم منا بيقول لا ما أعرفش إيه، فهي قالت له إيه، هل يقدر يكرييت يعني عمل درامي يعني؟ درامي بالظبط كده في دقيقة زي ما هو بيعمل ده، ولا هو مقتصر على الحاجات المباشرة زي الفيديوهات اللي هي بتحكي حاجة معينة؟ هو لحد دلوقتي اللي الشركة أعلنته هو خلينا نقول ان هو لسه قيد التطوير، هو لسه لم يطرح بعد، بس من خلال الاعلان اللي الشركه اعلنته هو يقدر ان هو يعمل انشاء محتوى فيديو في مده لا تزيد عن دقيقه. طبعا يعني كل اللي الشركه ذكرته طبعا هو مثير للاعجاب، بس احنا طبعا هيبقى لما يطرح البرنامج محتاج ان احنا نشوف جوده الفيديو دي عامله ازاي، هل فعلا الصوت لما هيجي يطلع الصوت هيكون فعلا صحيح بالكواليتي او بالكفاءه الكويسه، ففي طبعا هيبقى في تفاصيل يعني كتير.
بالظبط بعد لما البرنامج يطرح هي طبعا هيكون ايه صحيح. ان احنا هيبقى يعني هيدرس هيشوف كفاءه الفيديوهات صحيح. المطروحه هتبقى عامله ازاي. ويظل الانسان عدو ما يجهله، وتظل الفكره ان هي هتعمل حاله من الابداع ولكن يمكن ان تؤثر على وظائف ناس كتير، ويظل الموضوع ليه فوائد وليه عيوب. على اي حال بنشكرك الدكتوره رانيا احمد، المدرس بكليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات.